هاد الواد فاش غرق داك الكاميو، هاد الواد اللي فاش غرقات هذيك السياره وركبوا عليها الناس من الفوق وما كان اللي عتقهم هنا في هذا المكان، باش نكونوا واضحين. 2014 حطنا عقلكم وفكروا مزيان غتلقاو ديك البلاصه. هاد داك الكاميو فاش غرق حدا هذاك ارغان، شي هذاك ارغان حدا تما وبدا كيتقلب هنا فاش خرج في هاد البلاصه. السلام عليكم اصدقائي، فيديو جديد ونهار جديد. جينا لكم اخوتي الواد تلمعدرت، كما كتشوفوا هذا هو الواد ديال تلمعدرت. هذا الواد خطير بزاف، دار كارثه في 2014. شفتوا شنو دار اخوتي؟ هذا الواد خطير بزاف. بغيتي تكتشفوا كل شيء على هذا الواد حيت جاب الماء، حتى هو جاب الماء، غادي نصوروه اللي عليكم وتبعوا الفيديو من البدايه حتى النهايه. ما تنساو اخوتي الا كان اول مره كتشاهد القناه ديالي ضغطوا على زر الاشتراك وجرس اللايك باش تعجبكم باش نستمروا ديما في الشد، وساعدونا اخوتي باش نوصل القناه ديالي 100000 مشترك. اشتركوا ديروا اللايك باش نوصل القناه 100000 مشترك. كل شيء ممكن. دابا هذا هو التلمعدرت، غادي نحاولوا نبارطاجي لكم اي حاجه على هذا الواد حيت دابا هو راه فيه الماء، حتى هو راه جاب الماء. هذا هو واد تلمعدرت، الواد خطير كما كتشوفوا معنا. هذا الواد كان دير البلبله حتى هو تشهر. هذا الواد 2014 دار واحد الكارثه، غرقوا الكاميونات، غرقوا الطنوبيلات، غرقوا الناس، دار روينة. ولكن دابا راه تصاوب اخوتي، ما بقاش كيما كان. تماما. نحاولوا نكتشفوا لكم من الفوق. هذا كتشوفوا جينا لكم هذا النهار باش نكتشفوا لكم هذا الواد ديال تمعدرت. المساحه ديالو كبيره. هذه القنطره هي جديده، هذه القنطره ما كانتش 2014، ما كانتش هذه، كانت طريقه صغيره. دابا كبروها تبارك الله عليهم الناس اللي اشتغلوا هذه القنطره، ولا الواد وسعوه، ولا الواد واسع كما كتشوفوا. صراحه كما قلت لكم هذا الواد دار كارثه 2014، راه اكتشفتوا كل شيء. غرقوا الكاميونات، غرقوا السيارات، غرقوا الناس، ولا كل شيء كيهضر عليه هذا الواد. وهذا الواد خطير اخوتي. دابا 2020 ولا الواد في شكل، اول مره غادي ترجع الشتاء من 2014 ما اكتشفناش الفيضان. كما كتشوفوا هذا الواد من هنا، ها هو، هذا هو واد تمعدرت. شوف اخوتي هذا هو الواد ديال تمعدرت. شوف اخوتي، اوه السلامة السلامة السلامة. كما كتشوفوا بغيت نقطع لكم هذيك الاتجاه ولكن طريق عامره. جيت لكم هذا النهار باش نكتشف لكم، شوفوا شحال ديال تما راه كنضربوا على قبلكم انتوما باش نكتشفوا لكم هذا الواد ديال تلمعدر. انا ري طريق عامره. المساحه ديالو كبيره، هذا شفت هذا الواد المساحه ديالو كبيره كما كتشوفوا. هنا دابا واسع الا بيسين كما كتشوفوه، الا بيسين. بغينا نقطعوا الطريق ولكن طريق عامره. راه غادي ننزل اخوتي، غادي ننزل لكم تحت. دابا انا فوق القنطره. سلامة سلامة سلامة. واو، اي والله صحه غريبه. شوف الكاميونات، وقيلا جاو من الكركرات، ماشي شارجي الكركرات. او هاي هذا ناري. لا باس، ماشي سرعة خطيرة. ناري هرب. ناري اخوتي كما كتشوفوا معنا اخوتي، هذا هو واد تلمعدرت. هذا المكان فاش كاين نجيو لكم ونكتشفوا لكم البلاكه ديال هذا الواد.
ديال التلمع درت كما كتشوفوا هو التلمع درت ها هو هو هذا من هيه. المهم غادي نحاولوا نسلو لكم ونكتشفوا لكم كل شيء تماما. يا ربي ترحمنا راه باقا اخوتي الجو ديال الشتاء باش نكونوا واضحين. غادي ننزلوا لكم لتحت كما كتشوفوا تماما. 2014 كانت وقعت واحد الكارثه واحد الروينه حدا ديك الشجره شتي اخوتي هذيك الشجره اللي هي تما فاش غرق هذاك الكاميو راه اكتشفتو تماما كما كتشوفوا الكاميونات واقيلا الكركرات غاديين الكركرات. اش غادي نقول لكم غادي ننزل لكم باش نكتشف لكم الواد في تحت. كما كتشوفوا معنا اخوتي واد تلمع درت هذا هو واد ديال تلمع درت كما كتشوفوا المساحه ديالو كبيره ودار واحد البلبله خطيره. 2014 هاد الواد فاش غرق داك الكاميو هاد الواد اللي فاش غرقات هذيك السياره وركبوا عليها الناس من الفوق وما كان اللي عتقهو هنا في هذا المكان باش نكونوا واضحين. 2014 حطوا عقلكم وفكروا مزيان غتلقاو ديك البلاصه هاد داك الكاميو فاش غرق حدا هذاك ارقان شتي هذاك ارقان حدا تما ها وبدا كيتقلب هنا فاش خرج خرج في البلاصه هنا فاش طلع هذاك السيد نجا من الواد ها بلاصه الطريق هي هادي هنا 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 فاش كيدوزوا الناس كان الناس كيدوزوا في هذا المكان. ننزل لكم هاد البلاصة هي كانت القنطرة تماما هاد البلاصة كانت فيها قنطرة المساحة ديالها هي هادي هنا وكان الحديد كيتقطع ديك الساعة من هنا والكاميون اللي غرق غرق في هاديك البلاصة تماما. هذا هو واد تلمع درت تماما والله حضر السلامة. 2014 كان دار روينة في هاد المكان كما كتشوفوا هنا فاش غرق داك الكاميو ديك الساعه جا في هاد البلاصه باش يقطع والشيفور اللي سايق ما قادش يقادو وغلب عليه الواد وطاح ملي طاح تقلب تقلب جوج مرات وجا لهاد الشجره. الى عقلت انا رجعوا رجعوا تفرجوا في الفيديو تكتشفوا رجع طلع حدا هاد الشجره من هنا وبدا كيتقلب وبدا كيتقلب اخوتي في هاد الجهه هنا تقلب ثلاثة المرات ومن بعد خرج في هذيك البلاصة حدا هذيك أرقانة هذيك البلاصة ديك المكان فاش نقد هذاك السيد راسو تقلب الكاميون جوج مرات هاد المكان كانت ديك الساعة الطريق هنا هنا فاش كيقطعوا. و 2014 جات اخوتي واحد العاصفة مجهدة وسبت بزاف ديال المشاكل وغرق الكاميون هنا وغرقت ديك السيارة حتى هي فاش ركبوا دوك الناس راه غير فكروا ورجعوا للفيديو غادي تكتشفوا هادشي اللي قلت لكم كامل واقعي تماما. ودابا الحمد لله راه هو التلمع درت ولا كبير ولا صايبوا ليه الطريق تماما. هاد البلاصه ها المكان ديالو في الواد باش نكونوا واضحين حاولنا باش نكتشفوا لكم ها هو هذا هو هو التلمع درت واخا تشوفوا هكا دابا راه غير داز راه غير داز الواد كانت المساحه ديالو حتى لهنا حتى لهنا اخوتي هنا كامل كان في خطر هنا هاد البلاصه شوف شنو واقع هنا 2014 تعجبوا اييه ولكن دابا صيبوا القنطره صيبوا الطريق علوها ولا الطريق كبيره تماما. غادي نحاولوا نقربوا لكم الطريق والقنطره جديده ديال واد تلمع درت هي هذه كما كتشوفوا دابا الواد ما عنده ما يدي منا واخا يجي حامل يجي بزاف ديال الماء ما عنده ما يدي في هذه القنطره كما كتشوفوا هذه هي قنطره ديال واد تلمع درت.